بتاع النهاردة هو مقشر النيلة الزرقاء المغربي من منتجات كليوباترا. طبعا كلنا عارفين شركة كليوباترا، سوري كليوباترا، وحاجتها حلوة جدا. بعيدا عن اسم النيلة الزرقاء لان انا مستغرباه بصراحة، بس هو تحفة جدا جدا جدا. يعني هو بيقشر بشرة بقى وحاجة كده حلوة. الاستخدام بتاعه هو بيزيل الخلايا الميتة والأوساخ والبثور السوداء والدهون الزايدة في الوجه، وبيفتح البشرة وبينعم البشرة وبيقلل التجاعيد والخطوط التعبيرية، حاجة كده يعني حلوة جدا. هو انت بتحطيه 5 دقايق على بشرتك وبعدين بتفركي وتفرجي على الحلاوة بقى بعدها. حاجة جميلة خالص يعني، بس ما تخلوش يلمس العين. ده البرطمان، هو كام ملي؟ ثانية، هو 250 ملي، يعني ما شاء الله. يعني البرطمان اهو زي ما انتم شايفين، حلو جدا، مش صغير، وسعره مش غالي خالص خالص خالص. يعني هيعجبكم قوي لما تستخدموه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايكات كتير، واشوفكم في فيديو جديد.